أسرانا البواسل أسيراتنا الماجدات داخل سجون الاحتلال، نتابع تفاصيل حياتكم اليومية وتفاصيل أسركم في هذه الحلقة من برنامج أناديكم. أهلا وسهلا بكم. بيت أسير حكاية وقصة جديدة تختلف عن غيرها. في هذا اليوم نتعرف على قصة وأسرة الأسير مالك الحلس. طبعا نتعرف على قصته لهذا اليوم مع عائلته وأسرته وأحبابه. طبعا في بداية هذه الحلقة أرحب بوالدة الأسير مالك حلس، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك ويرضى عنك ربنا، والحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله دائما الحمد لله دائما. طبعا مالك محكوم 20 سنة وقضى منهم 11 سنة حتى الآن. احكي لي عن فترة محكوميته، أو قضى تقريبا 10 سنوات. احكي لي عن فترة محكوميته مالك، وكيف انتوا كنتوا تتعاملوا بهاي الفترة؟ يعني انه احنا لما الاسر مالك والمالك الاسير الرابع عندي، يعني انا مش الاسير الاول مالك، انا متعودة على الاسرة الحمد لله، ومتعودة على الشهادة وعلى الشهداء الحمد لله. مالك كان في البيت كان مؤدب وكويس ومنيح، وفي مدارس يعني الكل يحبه ومدرساته يحبه. لما كبر يعني صار مشكور والحمد لله، من الممتازين شاطر الحمد لله. يعني أنا لما كان طلع يعني من عند مالك وأخذوه على السجن، يعني ترك في قلبي أنا فراغ كبير خالص، لأنه الحمد لله إخواته ثلاثة مش موجودين وهو يكون الرابع، يعني كان حاجة صعبة كتير بالنسبة للأم، يعني لكل أم، وبالنسبة لي كنت أتأثر كتير. إلا أنه ربنا يعني بقدر الإنسان وبصبره وبتخليه يتحمل الشدائد، وإحنا الحمد لله الله صبرنا والحمد لله نحتسب عند الله الحمد لله. بأي سنة اعتقلوا مالك؟ بأي سنة اعتقلوا؟ 2008. كيف ظروف اعتقاله كانت؟ والله كانت صعبة، يعني يعني كل اعتقال صعب في الأول، في التحقيق كم شهر تحقيق كم يعني والتحقيق صعب كتير، صعب كتير، بضربوهم بعذبوهم بكبوا عليهم مية، يعني ظروف التحقيق كانت صعبة. لما يعني عرفنا إنه طلع من التحقيق يعني وخش عند الأسرة، ويعني عند زملاء الأسرة، عند زملاء الأسرة ارتحت أنا نفسيا شوية مش كتير، لأنه لحد هلقيت أنا يعني ابني مش عارفة كيف ما شفتوش، لحد هلقيت ممنوعة من زيارة، ممنوعة من إن أشوفه، ممنوعة يعني الإشي صعب كتير. كم سنة إلك يا حجة ممنوعة من زيارته؟ من 11 سنة. يعني من يوم من حبس ما زرته ولا مرة؟ لا لا. مين اللي بزوره هلأ وبتطمن على أحواله؟ زوجته وأولاده الصغار هذول التنين، يعني أصله بياخدوش اللي هم ثلاثة يعني الزوجة والأبناء هذول التنين. منعوا طارق من فترة، منعوا طارق هذا الكبير شوية إنه يخش، وإن شاء الله أملنا بالله بيحكوا يعني إنه يمكن الزيارة هذه يخش، وإن شاء الله بخش بإذن الله. إن شاء الله يا حاج. أحكي لي عن هواياته لمالك، عن أيامه الحلوة، عن مشاكساته كمان معك. والله هيك ما شكش كتير مالك، يعني انه كان يرد يسمع الكلام، مؤدب زي ما حكيت لك، عاقل، يعني ولا طفل الا له اختلافات يعني، وهي كانت اختلافاته بالنسبه للاختلافات اللي زيه والهذا كانت خفيفه جدا، ما كانت تشتغل. شو اكثر اكله بحبها يا حجه؟ بحب البتنجان، بحب المفتول، بحب المقلوبة. يعني خلاص لما إن شاء الله يطلع من الأسر رح تعملي له إياهم إن شاء الله. إن شاء الله. شو بتتمني يا حجب؟ شو بتبعتي له رسالة اليوم هو بالسجن وبشوفك إن شاء الله في برنامج أناديكم؟
بتمنى الفرج العاجل له لجميع الأسرة في القريب العاجل، ويجي يعني وأنا أشوفه أحتضنه أحببه لأنه ابني وله كم سنة بعيد عني، مشتاقة له كتير كتير والله، مشتاقة له كتير كتير. وبعدها يعني أنا يمكن أبقى هيك شايفة حالي، يمكن اليوم أو بكرة نفارق الحياة، ربنا يطول بعمرك يا حاجة. بتمنى من الله إني أشوف مالك قبل ما أفارق حياتي إن شاء الله، ربنا يطول بعمرك يا حاجة. خلاص وحس انه ابن مالك جنبي، والله اطلعوا من بين ايدين هاليهود من بين ايدين هالظلمه، وهيك يكون اولاد يعني اولاد ابنه هذا ما شافوش، ما شافوش هذا طارق نبيل، وطارق ما شافوش برضه يعني ما تربوا في حضن ابوهم. لا التنين التنين ولا واحد فيهم تربى في حضن ابوه. ان شاء الله بيرجع طبعا والدهم ومربيهم انه يعيشوا بينهم في كنفه في حياه سعيده ان شاء الله حبيبتي. طيب. ان شاء الله يا ربي. طبعا نكمل حوارنا مع والد الاسير مالك حلس الاستاذ ابو نبيل. كيف حالك؟ الله يحييك الله يبارك فيك. الحمد لله. 11 سنه غاب ابنك فيها عن عيونك، نحكي فيها عن ظروف ال 11 سنه، كيف قضيتوها انتم كاسره؟ والله احنا كاسره يعني زي الناس، احنا الحمد لله رب العالمين من الصابرين، اما احنا والله في معاناة شديدة ومشتاقين لهم كثير، لانه ما زلنا هشي ولا مرة في 11 عاما لانه ممنوعين من الزيارة. احنا اصحاب رسالة وادينا رسالتنا الحمد لله عشان إلنا شهداء، وهذا كانوا منعنا في المرة من الزيارة، وصابرين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. احكي لي شو بتحب توجه رساله لمالك اليوم، شو حابب تعرف عن مالك اليوم؟ والله انا بعرف كيف بحب يعني يكون اعرف ايش ظروفهم يعني صعبه قاسيه، مبسوطين والحمد لله رب العالمين، يعني ان شاء الله نتمنى من الله انه يكون الفرج قريبة لهم ولجميع الاسرى ان شاء الله. طيب احكي لي انت شو اكثر شيء بتتذكره عن مالك، شو اكثر شيء بتحبه في مالك؟ والله انه انا بحب مالك لانه كانت تصرفاته كلها الحمد لله يعني معتدله وكويسه، كان يعني ابن مساجد ومربى من صغره على المساجد، وسلوكياته يعني ممتازه جدا، ما فيش مشاكل ما فيش انحرافات، مش متعب يعني في التربيه، والحمد لله كان ماشي تمام. طيب شو بتوجه له رساله اليوم هو بالسجن هو وزملائه؟ والله انا بوجه له لجميع الأسرة، عليكم بالصبر وان شاء الله الفرج قريب، لانه كله عند الله كن فيكون، والحكم لله وليس للبشر. اكيد ان شاء الله بكون يعني فرجهم قريب وبيطلعوا جميع الأسرة ان شاء الله يا رب. طيب نتحدث هلا مع زوجته لمالك الست ياسمين، اعطيني المايك يا عمو تفضلي. مرحبا ياسمين. اهلا كيف حالك؟ الحمد لله على رضاك. ياسمين انت تقريبا قعدتي فتره طويله ما بتزوري مالك، لكن من جديد زرتي مرتين، احكي لنا عن ظروف اعتقاله لمالك، شو اخر اخباره، طمن الاهل والاصحاب عنه. والله ظروف اعتقاله صعبه جدا، خصوصا ايام المنع، منعنا من الزياره، كانت ظروفنا سيئه للغايه، ولكن الحمد لله انا بعد المنع زرت زيارتين. اللي هي اول زياره زرتها تقريبا بعد ثلاث سنين وشهرين، اول زياره كانت لإلي، والزياره الثانيه كانت بعد 4 شهور. وحاليا إلي زياره في 29/1 ان شاء الله بنزوره ونطمئن عليه، وبيكون فرج وبكون قريب جدا ان شاء الله. ان شاء الله. قديش بشكل فراغ عدم وجود الزوج انه هلا مقصور، خاصه بانه انت عشتي تجربه صعبه بانه ما كان موجود معك في تربيه ابنائك، قديش كانت المهمه صعبه عليك؟ والله كانت صعبه كثير، خصوصا الابناء يعني كانوا دائما يفتقدوه، خصوصا احمد يعني انولد بعد ما تاثر ب10 ايام تقريبا اسبوعين، صعبه كثير، كان دائما يسال عنه وين بابا وين بابا، احكي له ان شاء الله بابا مسافر وحيروح يعني، اولها ما كنتش احكي له انه في السجن، والحمد لله انه بعد فتره لما عرف انه ابوه بالسجن، والفترات هذه برضه صعبه كثير لانه لقيته هو كبر بيحكي لي انه دائما باباهم الاولاد بيجي بيسالوا عنهم بالمدرسه، ليش انا بتجيش تسال عني، بالرغم اني دائما والله بروح اسال عنهم، بس خلص فراغ الاب صعب كثير، وان شاء الله الفرج العاجل للجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب احكي لي شو انت بتحبي توجهي رساله لمالك، شو بتحبي تطمني على احواله لما بتروحي هنا، كيف ظروف الذهاب لزيارته لمالك؟ والله يا الزياره بغلبونا كثير فيها، خصوصا في التفتيشات، التفتيش صعب كثير،
بس الحمد لله يعني لما نشوفه بننسى التعب والله. وهي آخر زيارة كانت إلي إنه أنا عبرت عنده وتصورت معاه، وهذا شعور حلو كتير يعني لما مرقت لعنده. والحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله. قديش ضايله من المحكومية تبعته؟ والله 10 سنوات. ضايله 10 سنوات. مهمة صعبة لسه موجودة على عاتقه. شو بتوجهي له رسالة اليوم لمالك؟ بوجه له رسالتي إنه يدير باله على حاله ويدير باله على صحته، وتأكد تماما إنه الحرية باتت أقرب وأقرب مما تتوقع بإذن الله تعالى، والفرج الجميع لجميع الأسرة والأسرات إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نحكي مع طارق. كيف حالك يا طارق؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ والله تمام. طيب احكي لي شو حابب تحكي اليوم لمالك؟ بحكي له كيف حالك، كيف انت، احنا كتير كتير مشتاقين لك، اصبر ان الله مع الصابرين، هذا الدنيا يا باب اختبار، بكرة يعني اللي بصبر في هذا الاختبار بكرة بنول الجنة، واللي ما بصبر بنول النار، واحنا ان شاء الله نكون من اهل الجنة. نحن كتير كتير مشتاقين له وبنحبه، وان شاء الله الفرج العاجل القريب ان شاء الله. احكي لي شو حابب لما يطلع ان شاء الله مالك، اللي هو بمثابه والدك اكيد، شو حابب تعمل انت وياه؟ شو في هوايات حابب تشتغلها او تعملها انت ومالك؟ مثل شو؟ انت حكيت لي انك بتحب الكوره. حابب تلعب كوره؟ طيب نحكي مع احمد اللي بنادوك نبيل كمان. كيف حالك يا احمد؟ امسك المايك. الحمد لله. الحمد لله. شفت بابا كم مرة؟ 3 مرات. 3 مرات شفته؟ المرة الجاي رح تشوفه كمان؟ كيف انت كيف بتشوف بابا؟ منيح. منيح؟ شو حابب تحكي له؟ كيف حالك يا بابا؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله تطلع انت بالسلامة. ان شاء الله. بتعذب الماما؟ قل له انت بتعذب الماما؟ ايه بغلبها كثير افرجوه. لا احنا بنقول لك يا مالك انه اليوم احمد كثير مؤدب وما بيغلب الماما. طيب بدنا نتوجه لاخوته للاسير مالك حلس. طيب نبدا مع اخوه رامي. استاذ رامي كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. نبدا اليوم نحكي عن 11 سنه غياب عشتوا فيها الحلو والمر، وكثير من الظروف المختلفه اللي مرت عليك، وعشتوا فيها حروب كمان كانت صعبه، فقدتوا اعزاء واحباء. خلينا نحكي عن حصاد 11 سنه كيف غابت، بنوجهها لمالك، خليه يتعرف على الظروف اللي انتم عايشينها بهذا البيت. والله احنا بنقول لمالك اصبر واحتسب، ان الله مع الصابرين، واحنا واثقين يعني بالله عز وجل، واثقين بمالك انه ان شاء الله يكون من الصابرين المحتسبين، لانه هو بيعيش اختبار في هذه الحياة الدنيا، فلا بد من فرج، وان الحكم الا لله، يعني مهما حكم السجان ان شاء الله فرج قريب له لجميع الأسرة ولجميع المعتقلين ان شاء الله. وبنقول له يعني احنا بخير، ولكن يعني القلب بيعتصر بالالام يعني منذ الفراق 11 عام زي ما تفضلتي، وبقن والله صعبات علينا، ولكن مع الايام والصبر من الله هو اللي بيصبر الانسان، فلا بد ان يحتسب يعني، والفرج من الله قريب ان شاء الله له ولجميع الاسرى. اكيد كانت تربطك علاقه حلوه بينك وبين مالك وانتم اطفال، في مواقف كانت موجوده، مواقف حلوه، ذكرنا بهاي المواقف. والله كنا انا ومالك دائما يعني نروح على المسجد، نروح مع بعض، نقعد في الجلسات مع بعض، نغرب مرات مع بعض، مرات نتزاعل برضه مع بعض، نتمازح مع بعض، يعني زي واحد واخوه اثنين زي الاصحاب يعني. وهو بعدين بعزني وانا بعزه بريده يعني. ومالك شاب خلوق والله ومؤدب، مش مجامله يعني، والكل بيشهد وبيعرف يعني. ورجل والله نحتسبه رجل يعني. إن شاء الله. من الصادقين. طيب نتوجه لهدول البنوتات، خليه يتعرف عليهم مالك. هدول ما شفنش هو في السجن. طيب خليه يشوفهم ويتعرف عليهم اليوم. أنا بقول لمالك أخي هذه روزي بنت أخوك. هذه روزي. وهذه رغد. رغد وروزي. رغد في الروضة يا مالك. رغد في الروضة سنة ثانية. وروزي الساعة السنة الجاية الله أحيانا وكنا من أهل الدنيا يعني. إن شاء الله يا رب. طبعا أنا بدي أتشكرك. مشاهدينا الكرام من بيت الأسير مالك حلس، سنتابع مشوار حلقتنا لليوم من برنامج أناديكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا
الكرام عدنا لكم من بعد هذا الفاصل ونعود من جديد من بيت الأسير مالك حلس. نتعرف الآن على ذكرياته مع الأصدقاء والأصحاب من خلال هذه الفقرة. طبعا نبدأ مع أول الأصدقاء وأول أصحابه الأستاذ رامي. أستاذ رامي أهلا وسهلا فيك اليوم. أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف على أبرز ذكرياتك مع مالك وشو بتحب توجه له رسالة لليوم. والله إن شاء الله أنا بقول له بأقرب وقت يقبه هنا و11 سنة كان صعبات علينا فبدي شوية ذكريات هيك يتذكرها اللي هو مثلا آخر فترات إنه كان يحب الحمام وعامل مزرعة حمام فوق ودائما كنا نروح على البحر مع بعض ونمش مع بعض ودائما هو كان مالك ضحوك وإن شاء الله بكون يعني السنوات اللي مضن هذولا يكونوا آخر إشي. أنا متوقع إن شاء الله بأقرب وقت يطلع قبل الحكم لأنه دائما سبحان الله بيجي ببالي مالك ودائما بحلم إنه روح من السجن وإن شاء الله يعني السنوات الكثير هذا المضان ال 11 سنة يكونوا آخر إشي وبأقرب وقت إن شاء الله حيكون هنا. بقول له مالك أنت دائما صبور وضحوك وتبع مزح وتبع ضحك وإن شاء الله بقبل هنا بأقرب وقت ونطلع نرجع على البحر. هو بحب مالك بحب السباحة بحب السباحة دائما كنا نروح أنا والشباب يوسف ويوسف على البحر مع بعض وإن شاء الله بترجع ذكريات هذه مرة ثانية وبحب الحلويات هو دائما كنا نروح عنده على الدار وعم تعمل حلويات وإن شاء الله يعني لما يطلع مالك رح واعده أنت بالحلويات رح تعمل حلويات أكيد يعني مالك يعني هو دير بالك مالك ناصح أنا وياه كانوا يفكرون أخوة لما كنا نطلع مع بعض ونيجي مع بعض انا عارف يعني بتواصل يعني وكذا مره يعني ان شاء الله تتواصل مع مالك كذا مره كلمنا تطمن على اخباره من الاهل ومن الاصحاب صحيح دائما بوصل لابو احمد رامي اخوه بقول له سلم عليه وعمر دائما بقول له ان شاء الله اذا بتواصل معك وش اخباره دائما بتواصل معه بس يعني السنوات هذه المضاها يعني كانت علينا احنا ثقيله يعني انا ما توقعناش وان شاء الله بقرب وقت هنا يعني ان شاء الله ربنا يفرج عنه وعن كل الاسرى يا رب وطبعا وترجعوا تلتقيوا زي الاصحاب والاحباب دائما ابدا. طيب نتعرف على يوسف هلا كمان صديقه صديق مالك. صحيح يوسف احكي لنا انت كمان عن ذكرياتك مع مالك هذه الصداقه والزماليه اللي دامت سنين طويله وايضا كمان الفراق كان فتره طويله. والله عملت فراغ كبير بيننا للامانه وبتمنى له الفرج القريب. بعدين مالك زلمه طيب وملتزم ومحتسب عند الله ان شاء الله بكون من الصابرين وبطلع ان شاء الله ان شاء الله شده ما بطول وان شاء الله ربنا هيك بفرج عنه وعن جميع الاسره. يا رب. شو اكثر المواقف اللي بتذكرك في مالك يعني بتكونوا مجموعين انت والاصحاب والاصدقاء بتتذكروا تلقائي على طول فيها مالك؟ والله وكان يمزح كثير الله يسهل عليه ويجيبه بالسلامه لاهله وقلنا ان شاء الله ايام ما سافرنا على مصر كان يعني مفرفشنا كثير للامانه. ان شاء الله هيك ربنا بيجيبه بالسلامه لاهله ولاولاده ان شاء الله لانه اهله ناس طيبين للامانه وبس وبيستاهلوا كل خير ان شاء الله يا رب. طيب نتعرف على زميله ايضا يوسف. يوسف لك ذكريات كثيره مع مالك ويبدو انه في كثير كلمات حابب توجهها لمالك اليوم. كيف حالك يا مالك وان شاء الله الفرج قريب العاجل كيف صحتك يا مالك وان شاء الله انت والاسره تطلعوا في القريب العاجل. والله اشتقنا لك يا مالك. وين اتجوزت بنت عمك يا مالك؟ تقلقش علينا احنا بخير يا مالك. طبعا الكل بيحاول يبعت رسائل طمانه لمالك وبيحاول يبعت الذكريات الحلوه. والله مشتاقين لك يا مالك كثير. دير بالك على حالك ودير بالك على الاسره يكونوا ايد واحده ان شاء الله. جميل. والفرج قريب ان شاء الله. ان شاء الله. الآن مع ابن أخوه للأسير الأستاذ أحمد. أحمد اليوم حابب يحكي عن تغييرات اللي صارت بحياته بفترة غياب عمو مالك. احكي لنا عن حياتك يا أحمد وشو بتحب تحكي لعمك مالك اليوم عن نفسك. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم؟ والله احنا اشتقنا لك كتير يعني يعني انأثرت انت بعد ما توفى الوالد بأربع شهور واحنا والله مشتاقين لك يعني وحابين نشوفك وانا قلتها ان شاء الله بدرس في الجامعة يعني محاماة وان شاء الله يعني تطلع عن قريب هيك. طيب شو حاب تحكي له كمان اخبار عنك؟ والله احنا الحمد لله يعني بخير وهنا بنينا جديد يعني الي
وان شاء الله يعني بتيجي بتشوف بتنور الشقه تنور المنطقه كمان والاهل والجيران والله بيسلموا عليك يعني ومشتاقين لك كثير. والكل بدعي بسلامتك ونتمنى لك ان شاء الله الفرج عن قريب يعني. طيب نحكي مع محمد كمان ابن اخوه للاسير مالك. اعطي له المايك يا احمد. طيب احكي لنا عن نفسك يا محمد اليوم وشو بتوجه رساله لعمك مالك. والله انا بوجه له انه يصبر وان شاء الله يكت الفرج قريب. هو يعني اصغر واحنا كنا صغار يعني ما عيناش عليه منيح واحنا هلقي بنشوفه على الصور بنسال زوجته وطمننا عليه. شو بتوجه له رساله يا محمد اليوم شو حاب تحكي له؟ انه يصبر وان شاء الله الفرج القريب له ودير بالك على حالك وعلى صحتك وشد حيلك ان شاء الله يكت الفرج القريب لك ولجميع الاسر والاسيرات ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب في كمان محمد ابن اخوه لمالك نحكي معك محمد اليوم كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك عم مالك؟ والله اشتقنا لك احنا وبدنا نشوفك والله والكل بيسال عنك دائما يعني بنتذكرك في ايش مكان والله بذكرياتنا. طيب احكي لنا عن حالك شو صار عليك تغييرات بفتره غيابك لعمك مالك؟ والله ما وعيتش عليه انا كنت صغير لما طيب شو حاب تحكي له رساله اليوم وهو بالسجن؟ انه يصبر ان شاء الله الفرج القريب ان شاء الله يا رب. بدي اتشكرك واتشكر عائله مالك حلس هذا الاسير اللي تعرفنا على قصته وحكايته لليوم مع هذه الاسره. شكرا على ضيافتكم. طبعا مشاهدينا الكرام رح نكمل مشوار حلقتنا لليوم مع عائله اخرى وعائله اسير نتعرف على تفاصيلها وحكايتها في هذا البرنامج. قمعوا ليل موال وبريد زنزاني والاسره اللي مثل جبال للحريه عطشاني. قمعوا ليل وحرمان وين الأم العربية والنخوة
تغلي مثل جبال الحرية عطشاني رغم الأسر بيبقوا رجال ضعاف بيبقوا السجان ضو الشمعة سهرانين نكتب عحيطان الزنازين عاشت عاشت فلسطين لهم الدمع صامدين ضو الشمعة سهرانين نكتب عحيطان الزنازين عاشت عاشت فلسطين نكتب عحيطان الزنازين عاشت عاشت فلسطين هلعت عز وكرامة طبعا برنامج أناديكم الآن انتقلنا إلى بيت الأسير أحمد الشنا هذا الأسير الذي حكم ل17 عاما قضى منها 5.5 نتحدث مع عائلته وأسرته لنتعرف على ظروف اعتقاله وعلى الحياة في منزل وأسرته ونتعرف أيضا على الأمنيات والرسائل التي يبعثونها إلى أحمد أبدأ مع أم كرم طبعا اللي هي والدة الأسير أحمد الشنا مرحبا أهلا يا خالتي في البداية حابين نتعرف على ظروف اعتقال أحمد وكيف الظروف اللي بعيشها الآن في سجون الاعتقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا ببعث سلامي لجميع الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال وابني معهم وببعث له سلامي وبحكي له كيف حالك يما إيش أخبارك إن شاء الله كويس إحنا بخير وكويسين بداية أحمد كانت شخصيته الحمد لله كان هادي الحمد لله هو طبعا ابن أحمد الثالث من أولادي فكان طبعا بالنسبه الي الابن المدلل يعني كان بالنسبه الي الابن المدلل يعني كنت ادلله كتير ورغم اني بدلله الحمد لله هو يعني حافظ على هذه يعني ما اخذهاش يعني بالعكس فالحمد لله كان يعني كويس ومنيح وشاب محترم الحمد لله خلص عندي لعندي يعني خلص يعني لعند لتوجيهي وكان يعني خلوق جدا كتير كويس يعني كان بين كان اصحابه كلهم يحبوه له اصحابه وكثير كانوا يعني اصحابه كلهم كانوا يحبوه جيرانه اقاربه اعمامه اخواله ما كانش حد يكرهه كثير كان يعني شخصيته انه محبوبه في عندنا واخواته حنون علينا حنون علي ايش بدك يما يعني شوف اخته زعلانه البس يا اختي بدي اطلعك بدي اوديك يعني مطرح يعني يشممها الهواء يطلعها يشتري لها حاجات يعني كانت شخصيته سبحان الله العظيم حنون كان عندنا حنون كثير يعني كان احمد تمام احكي لي عن هواياته عن الاكلات اللي بحبها احكي لي عن المواقف الحلوه اللي كانت بتجمعكم مع احمد والله هو هوايته كان طبعا يعني لما خلص الاعدادي ما كانش يعني يحب يعني لما نخلص المدرسة ما كانش يعني يضله بالبيت كان يعني يدور على أي حاجة إن شاء الله يعني يطلع يعني يشتغل يجيب بمصاري مسؤول تحسيه دايما مسؤول يعني من مجرد ما خلص الابتدائي دايما تحسيه مسؤول يعني هذه كانت حياته طبعا وكان الكل يحبه ويشارك وكان يعني هوايته طبعا الرياضة الرياضة كتير كان يحب الرياضة يعني يحب دائما يكون له عضلات هذا يعني كان يما شوفي هاي عضلاتي كبروا هاي عضلاتي بصر ايش هيك كان يعني كتير ويضحكنا يعني مجرد ما يدخل الدار ابتسامته على وجهه كان احكي لي شو أكتر أكلة بحبها أحمد والله أنا طبعا ابني أولادي طبعا بصفة عامة وهذا معهم كل إشي بحبوه من تحت إيدي يعني أكيد طبعا. يعني بحسش يعني طبخة معينة إيش بطبخ بتحسيهم بحبوا الأكل نفسك حلو بالأكل الحمد لله شو نفسك تطبخي له لما يطلع من الأسر والله نفسي أطبخ له كل حاجة إن شاء الله ربنا بيعطيني الصحة لبن يطلع ونفسي أطبخ له كل إشي كل حاجة نفسه فيها وأعجل له وأعمل له وأسوي له نفسي أعجل له عجنة هيك وأطعميه خبز والله
نفسي في كل الأكلات أطعمية إن شاء الله. شو بتحكي له؟ شو بتوجهي له رسالة اليوم هو وكل الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال؟ والله بوجه له رسالة، بحكي له يما دير بالكو على حالكو، أنتوا أبطال داخل السجون، إحنا رافعين راسنا فيكو يما، والله يما أنتوا يعني إحنا بنستمد المعنويات منكم. يعني إحنا يا أهالي الأسرة لما بنروح بنزور أولادنا بنستمد المعنويات من أولادنا، من كتر ما شاء الله عليهم داخل السجون، إيد واحدة بحبوا بعض. أنا رسالتي إلهم ديروا بالكو على حالكو، بحكي لكو إن شاء الله الفرج قريب إلكو ولجئلك يما ولجميع الأسرة إن شاء الله. ويما إن شاء الله إحنا متأملين في الله ثم المقاومة، وإن شاء الله رب العالمين بتطلعوا كليتكو بيقضي السجون إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. حكي لي عن الزيارات يا حجة، لما بتروحوا بتزوروا أحمد مين فيكم المسموح له بالزيارة؟ أيضا كمان الطريق قديش بتكون صعبة والتفتيش، بتتعرضوا كمان لكثير من المواقف الصعبة المواقف المحرجة، كان آخرها لربما كان النائب الإسرائيلي اللي دخل على الباص اللي ذاهب لزيارة أهالي زيارة الأسرة. احكي لي عن هاي الظروف كلها والتفاصيل. ظروف صعبة كتير، يعني إحنا يعني كتير لما نروح من زور أولادنا في السجن بتكون يعني ظروفنا صعبة كتير وبنتعب كتير في الزيارة. يعني إحنا منطلع من دورنا من الساعة 4 الصبح، منضلنا من 4 الصبح لساعة 6 ونص 7 في الليل لما نوصل دورنا، هذا لما يكون الامكانيات متسهله بين ايدينا. لما تكون متسهله على الاخر بنوصل دورنا على 7، لكن لما تكون متصعبه ويصعبوها علينا اليهود في الزياره وفي التفتيشات وفي الحاجات اللي بنشوفها، يعني بنوصل اكثر من هيك كمان، وهذه احنا بنتعب فيها الزياره كثير. بنطلع من الساعه 4 وبنوصل ايرز، بفتشونا بيعرضونا للتفتيش كثير، باهانات كثير، وبنطلع من ايرز كمان بنضلنا ساعتين واحنا الباص يكرع فينا لبين ما نوصل السجن. يعني السجن كليته بيستاهلش انه احنا نضلنا من هنا لما لليل لما احنا نروح، بس هم مغيرين اتجاهات الزياره وبعدين السجن كتير عنا، فاحنا بنتعب كتير يعني. وبكون يعني لسه انا يعني اصغر من بعض ناس، يعني في كمان شيوخ، في رجال كبار، في اطفال، في بكون معنا بزوروا ابياتهم. يعني الزيارة صعبة كتير كتير كتير، نتعب فيها لبين ما نروح منها. بين الله يحجتنا وهذا لما نطلع لنا تابع الكنيسة، يعني كمان احنا توجه لنا كتير اهانات، وصار يحكي اولادنا بعيد عنك، صار يحكي عنهم الكلاب الفئران داخل السجون. فاحنا يعني حكينا لاولادنا مش فئران ولا حاجه، احنا اولادنا ابطال واحنا رافعين راسنا فيهم، وان شاء الله الفرج قريب لهم وبيطلعوا ان شاء الله كلهم ان شاء الله يا رب. طبعا هذا اللي بنتمناه اكيد ان شاء الله. الان بدنا نسمع من والد الاسير احمد الشنا. ننتقل اليك استاذ ابو كرم. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. اكيد انت كوالد وابنك نشا بين احضانك، في لك كثير من الذكريات مع احمد، نحكي عن ابرز هاي الذكريات وابرز المواقف كمان مع احمد. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما شاء الله ابني كويس وبيحترمنا وبقدرنا وما بيخلي ينقص علينا اي حاجه، ما شاء الله عنه. يعني لا نتيجه انه كنا نمر في ظروف صعبه ما يرضاش يقعد بالدار بالمره، تلاقيه يدب حاله على اي شغله علشان ايه زي ما تقولي يسعف الاسره تبعته. والحمد لله حنون علينا وحنون على خواته وعلى امه، والحمد لله، وهذا نصيبه من الله. الحمد لله. الحمد لله. بتزوره يا حج لأحمد؟ والله بزوره، بس أنا يعني كتير كتير بتغلب في الزيارة، دور منع ودور على هوية ودور تفتيش عاري بالست ساعات ودور حجز عنده، فيعني بصراحة إنه الزيارة صارت غلبة علينا. رحلة عذاب زيارتهم بنسميها إحنا. شو بتحب توجه رسالة لأحمد اليوم ولكل الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال؟ بوجه له رسالة، بقول له السجن للرجال يا أبو، السجن عمره من بنى على رجال، وإن شاء الله قريب إن شاء الله الفرج العاجل حيكون لكم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هلأ بدنا نحكي مع زوجة أخي، طبعا هو ما شاف زوجة أخوه ولا أولاد أخوه، رح نتعرف عليك اليوم. عرفي أحمد على نفسك وعلى أولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة أخوه للأسير أحمد، زوجة أخوه محمد عمر. وطبعا هو انأسر وإحنا مش موجودين، يعني للأسف هي كانت أكبر حسرة في يوم فرحي إنه سلفي مش موجود، فبدي أعرفه أولادي. الحمد لله ربنا رزقنا أكبر يعني أحفادنا هي أزهار، بعدين عمر، بعدين سوار، والحمد لله رب العالمين. يعني إيش نقوله؟ نقوله السجن للرجال يعني بعين الله، يعني الحمد لله. شو حابة البنات أو الأولاد شو حابين يحكوا لعمهم؟ شو أنت بتوجهي له رسالة اليوم بالسجن؟ كيف
بالك يا عمو. انا احبك كتير. شو بتعرف تغني يا ازهار؟ بتعرف تغني؟ غني لعمو غنية يلا. محمد لبينا موه لبينا موه عبد الله هيكت جدو الربا ابو طالب عمو كان يخفف عنا ستينا حليمة دات لبينا فرسكنا وكا هيكت دينا. برافو أزهار. برافو أزهار. طبعا هاي أزهار الحلوة يلي ما شافك عمو أكيد إن شاء الله اليوم بشوفك في برنامج أناديكم. هلأ بدنا نحكي مع أختي لأحمد. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. أحكي لي قديش كان عمرك لما انسجن أحمد؟ أنا كنت بالصف السابع يعني تقريبا قديش بكون عمري يعني 12-13 سنة تقريبا مثل هيك. يعني كان بدنا نقدم امتحانات آخر السنة يعني زي هيك. احكي لي احكي لي عن ذكرياتك مع أحمد، كيف كان أحمد معك؟ والله ذكريات رائعة يعني. أحمد بالنسبة لي أنا بالنسبة له إنه يعني كنت أحبه كتير صح. بحب كل إخواتي هم ثلاثة بس عشان صغير وهيك وإحنا أصغر تنتين تقريبا، فكتير ذكريات حلوة خصوصا لما مثلا تكون في رحلة في المدرسة يخدني يشتري لي يعمل لي يعطيني جوال خذ تصوري نهفات يعني كتير كان بينه وبين الحمد لله. تشتاقي لأحمد؟ طبيعي أخوي. تتواصلي معه في رسائل، كيف تتطمني على أحمد بالعادة؟ يعني من لما أمي بتزوره هيك بتيجي بتطمن عليه يعني الحمد لله على كل حال. الحمد لله. شو بتوجهي له رسالة اليوم لأحمد؟ بوجه لأنه أول شيء طبعا إن شاء الله أنا بتمنى له يكون بخير إن شاء الله، وبوجه لهم الأسرة كلهم إنه يضلوا مترابطين متمسكين وإن شاء الله الفرج قريب. يعني السجن مش هيضلوا يعني مهما طالت هيطلعوا بإذن الله مش هيضل حد. وبوصيه كمان إنه يدير باله على صلاته وقرآن، يعني هذه فرصة بالنسبة له فرصة. يمكن كتير ناس بيقولوا إنه هذا ابتلاء بس ابتلاء منيح. أنا بالنسبة لي يعني على القليلة خلص توجيهي وهي جامعة ومدير باله على صلاته وقرآنه يعني تمام. يعني ربنا باخذ شيء وبعطي شيء الحمد لله. الحمد لله. انا شكرا لك ومشاهدينا الكرام مستمرين معكم من بيت ومنزل الاسير احمد الشنا. خليكم معنا نتابع بعد هذا الفصل القصير. انت العهد وانت المجد شامخك زيتون الأرض منذ المهد وحتى اللحد. لا لا لن يدنس عرض يا وطنا مزروعا فينا مرساة لكل سفينة. نحن الجزر وأنت المد يا شطر الشعر المكسي طاهرة كطهارة قدسي. نحن الجزر وأنت المد. لازم كلنا شعبنا يتوحد عشان نقاوم عشان تحرير فلسطين عشان تحرير الأسرى. عيناك الزرقاء منارة وطن يحضن كل حضارة. وحدت القاسية والثاني أشعلت في القلب شرارة. وجبينك عال في القمة يشحذ فينا كل الهمة. أشعلت نورا في العتمة ويداك رغم نومتها اهتز العالم لبطولتها. ردت للغاصب صفعته عادت للأمة لكل سفينة. نحن الجزر وأنت المد.
مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أناديكم من بيت الأسير أحمد الشنا، نتعرف فيها على طبيعة أحمد وعلى أسرته وأبرز الذكريات اللي عاشوها مع أحمد. بننتقل الآن لأخته عبير. عبير، بدنا نتعرف منك على ذكرياتك مع أحمد اليوم، شو بتحبي تتذكري أبرز المواقف اللي عشتوها أنت وأحمد؟ أنا أخت الأسير أحمد الشنا، يعني أبرز المواقف كانت معي، يعني أنا سبني 9 سنين، فكان كنت كطفلة في الدار، أصغر واحدة يعني في الدار، كان يعطف علي كثير، يشتري لي حاجات، ياخذني يروح يشتري لي، أعطيك شيكل، وهذا يعني كثير كان كويس معنا. وأحمد كان يعني محبوب وحنون كثير على الكل، يعني الله يفك أسره يا رب ويرجع لنا. شو أكثر المواقف اللي بتحب يكون أحمد، يعني كان المفروض أحمد يكون موجود معكم فيها، شو حابة هيك مواقف مناسبات يكون أحمد موجود معك فيها؟ عرس يعني إخواتي، يعني كان كتير يبسطنا فيه، كان له نهفات كتير، يعني زي شو مثلا، احكي لنا نهفة هيك حلوة. هيك في السهرة يروح يلا بكرة في سهرة، نروح نجيب الحاجات ونقعد ونسهر، لما يجي خواتي ياخذنا على التوك توك، يلفلفنا في المغازي يعني عندنا، كان يشري لنا ويبسطنا كتير، يعني كان حنون على الكل الحمد لله. شو بتحب توجهي له رسالة لليوم لأحمد؟ بقول له دير بالك على حالك، دير بالك على صلاتك، إن شاء الله السجن ببنيش على الرجال يعني، وإن شاء الله هاي البشريات إن شاء الله بتبشر، إن شاء الله يعني بفك أسرك ربنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا بدي أتشكرك عبير، وهلأ بدنا ننتقل لوفاء. وفاء أخته اللي أحمد حضر فرحها ولكن ما شاف أبنائها وأولادها. بدنا نحكي اليوم وفاء عن ذكرياتك مع أحمد، يمكن أنت أكثر حدا من البنات وعي على أحمد وبتذكر مواقف وذكريات حلوة بينك وبينه، حدثينا عنها. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا أخت الأسير وفاء أحمد الشنا، أنا يعني أخت وفاء وعيت عليه، وكنت يعني أنا معاه في البيت قبل ما أتزوج، كنا نعمل حركات شقاوة مع بعض كتير، تقتل كتير، ويعني نتصالح، يعني هيك حتى بعد ما تزوجت دايما أحمد كان يفتقدني وكان يجي على بيت زوجي، ويعني كنت أحسه دايما هيك عمل لي مفاجآت، كنت أحبه كتير، كان يعني هو بالنسبة إلي بمثابة إلي أنا، يعني كان فاكهة الدار، دايما يعمل حركات شقاوة، يعني مثلا من ضمن الأشياء طبعا هو لحق قطع الكهرباء والأشياء هذه، كان لما يجي على البيت يقول لي أجت الكهرباء مثلا تكون قاطع علينا، نقول له لا ما جتش، يقول لا أجت، نقول له أجت، هيك نعمل أجت، يقولنا لا ما جتش، إذا أجت أجت، ما جتش هينا بنستناها، يعني كان يعمل فينا حركات ضحكنا، كان يفرفشنا، كان بالنسبة لنا يعني أخونا الشقي. فأنا لما انسجن أخوي أحمد كتير زعلت عليه وكتير توترت عليه، بس الحمد لله يعني هذا قضاء وقدر، ولعله يعني خير لإله ولعله خير لإلنا. ويعني سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما انسجن يعني كان ربنا سبحانه وتعالى حطت له الخير في هذا الإشي. صحيح. إن شاء الله يا ربي لعله خير إله إن شاء الله. إن شاء الله. عارفي على بنوتاتك اليوم اللي ما تعرف عليهم أحمد؟ أنا عندي 3 بنات، منال لحقها وهي عمرها 6 شهور وهيتها كبرت، وعندي تالا وعندي ليان. طيب خليه يحكي مع البنوتة اللي حضرها وكان عمرها 6 شهور، شو بتحب تحكي لخاله؟ أنا منال الشنا. بحبك كتير يا خالة، مشتاقة لك، الله يفك أسرك يا رب. يا رب إن شاء الله. طيب. محمد نبينا أمو آمن أبو طل شتي يا دنيا شتي، زخ شوي شوي، مالي كل الأراضي، مالي الدنيا مية، حتى يزرع الفلح خوخ ورمان وتفاح، يزرع قمح وخيخ كتير، خضر كتير، يا أفرح والشتا والشتا تحلى السهرة، والحكاية حد، والجلسة حوالين النار معها أكلة حلويات. برافو عليكي. طبعا يطلع خاله أحمد إن شاء الله من السجن، بيشوفك وبرجع يلعبك وبرجع يحبك من جديد أكثر وأكثر. طيب ليان بتعرفي خاله أحمد أنت؟ بتعرفي خاله أحمد؟ حط المايك.
بتعرفي خالو أحمد؟ شو بتقولي لخالو أحمد اليوم؟ بتأثق. بتقولي له أنا بحبك يا خالو؟ يلا قولي له أنا ليال عرفي بحالك. مين أنت؟ قولي له شو اسمك؟ قولي شو اسمك؟ ليال. ليان، شو بتحبي تقولي لخالو اليوم يا ليان؟ بتأثق. بدك تقرأي؟ شو بدك تقرأي؟ شو بدك تغني؟ المرة اللي تحتية. بدي غني محمد نبينا لما محمد نبينا عبد الله. برافو عليكي. طيب هلأ نرجع لماما. طيب وفاء، شو بتحبي تحكي لأحمد اليوم؟ هو بيشوفك إن شاء الله في هذا البرنامج، شو بتتمني له؟ والله أنا بتمنى له الفرج العاجل القريب إن شاء الله، وإن شاء الله هيك عن قريب يكون بناتنا موجود ونكحل عنينا بشوفته إن شاء الله يا ربي هيك. وبتمنى كمان لكل الأسرة أخواتي، أنا يعني بتمنى الفرج القريب لكل الأسرة، لأنه معاناة الأسرة هي معاناتنا صارت. صحيح. إحنا يعني عشان أخوي وهيك حتى إحنا تقربنا لقضية الأسرة أكتر. أنا اللي يصح لي أناشد وأقول يعني إن شاء الله هيك كل الدنيا تتطلع على قضية الأسرة، وإن شاء الله هيك بتحصل صفقة عن قريب وكلهم يطلعوا ويرجعوا لأهليهم عن قريب يا رب يا إن رب. شاء الله إن شاء الله. طبعا بدي أتشكرك وفاء وأتشكر أسرتك الكريمة على استقبالهم لإلنا لليوم في برنامج أناديكم، وأشكركم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة الطيبة. نلقاكم في الحلقة المقبلة، إلى اللقاء. جوا الزنزان سمعتك يا امي تناديني يا موجه فؤادي يما هي حبت عيني. جوا الزنزان سمعتك يا امي تناديني يا موجه.